أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات رئاسية للحكومة بإعداد حزمة من الفرص الاستثمارية للتعاون مع المستثمرين السعوديين، وذلك في ظل إعلان المملكة قيادة استثمارات في مصر بقيمة 30 مليار دولار خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشاد رئيس الوزراء بتوافق الرؤى المصرية السعودية في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية الاهتمام المشترك كما اشاد مدبولي بما تم توقيعه من 14 اتفاقيه مع الجانب السعودي باستثمارات تصل قيمتها الى 7.7 مليار دولار وفي هذا الاطار ثمن رئيس الوزراء جهود مجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين السعوديين من خلال الوحده الدائمه المخصصه لحل مشكلات المستثمرين كما أشار مدبولي إلى القمة الثلاثية المصرية البحرينية الأردنية التي عقدت بمدينة شرم الشيخ مؤخرا منوها في هذا الإطار إلى أن المباحثات قد تناولت مسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث وتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك